بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بقدمه لحضراتكم عن بعض الصور هزت مشاعر الناس في خبر نشره اليوم السابع في مصر طبعا، عن الطفلتين الملتصقتين بالرأس زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، سلمى وسارة طفلتين ملتصقتين بالرأس. بقول للناس كلها خلي بالكم، لازم نحمد ربنا على نعمه علينا. بقول للناس، والسبب الرئيسي في الفيديو اني بقول احنا نقول الحمد لله ان احنا كويسين وبصحة، وأولادنا كويسين وبصحة جيدة. بدون شك الموقف اللي الأب والأم فيه هو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لإيمانهم. فبقول للناس لازم كل واحد يحمد ربنا على قد ما ربنا بيعطيه من كرم ومن نعمة ومن مال ومن أولاد ومن كل حاجة، لأن في ناس تانية ربنا بيبتليها زي ما احنا شفنا كده. الناس دي الابتلاء بتاعهم في اطفالهم. فكل واحد يقول الحمد لله على نعمه وربنا يعافي كل مريض عندهم معاناة شديدة، وعند الاب والام معاناة شديدة جدا ليهم ولتربيتهم زي ما احنا شايفين كده في الصورة. مش بيعرفوا يناموا، مش بيعرفوا يقعدوا لان هم ملتصقين في الرأس، فدايما طول الوقت نايمين زي ما حضراتكم شايفين نايمين كده. طبعا مش بيعرفوا يشيلوهم كل طفل لوحده، لازم الاب والام يشيلوا كل واحد طفل ويتحركوا بيهم مع بعض حركة مرة واحدة ويحطوهم من مكان لمكان. طبعا معاناة شديدة في الأكل والشرب، الأم بتأكل وهم نايمين، المعاناة في اللبس، مش بتعرف تلبسهم لأن بتلبسهم من رجليهم من تحت، لأن عند الرأس مفيش عند الرأس حاجة، مش هيعرفوا يلبسوا زي ما معتاد يعني لكل الناس. المعاناة الشديدة، الأب شغال سواق بدخل مادي محدود، بيتمنى طبعا أنه حد يساعده في فصل التوأمين عن بعض، ولكن طبعا دي تحتاج عملية جراحية. هو بيقول أن هما ملتصقتين، مش التصاق جامد يعني أو كده أو شديد يعني، ولكن طبعا ده بيحدده الأطباء. معاناة شديدة. بقول للناس كلها خلي بالكم، لازم نحمد ربنا على نعمه علينا، لأن في ناس تانية ربنا بيبتليها زي ما احنا شفنا كده. الناس دي الابتلاء بتاعهم في أطفالهم. فكل واحد يقول الحمد لله على نعمه وربنا يعافي كل مريض، و إن شاء الله الناس كلها تبقى في أحسن حال. تمنياتي بالصحة والسعادة للجميع، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.